أسعد الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. استعدادات مسبقة لتصدي قزوة الجراد بيغلين جنوب البحر. جهود كبيرة لتناقل الخبرات المكتسبة في تقييم دور الشباب في الوقاية من جائحة كوفيد-19 بفورة. فوضى في مالي واقتحام التلفزيون وإطلاق للرصاص. أرقام قياسية للمصابين بكورونا في أمريكا. مجلس الأوروبي يحض دول الاتحاد الموافقة على خطة إنعاش. أهلا بكم من التفاصيل. تجري استعدادات مسبقة تضم دورات تأهيلية تساعد في مكافحة ظاهرة الجراد الصحراوي المتوقع في إقليم جنوب البحر الأحمر، وخاصة طبيعة وأسلوب الآفات المتنقلة. والدورة التي قدمت لبعض المواطنين والجيش تتمثل في الاحترازات التي يجب أن تتبع أثناء سبل رش المبيدات وأدوات الريش، ومعرفة طبيعة الجراد والأضرار التي يسببها في الزراعة والثروة القابية، ومتابعة ونقل المعلومات، بالإضافة إلى معرفة الفرق والتشابه بين الجراد الصحراوي وجراد الأشجار. وأفادت المعلومات الواردة بأن البرنامج الذي بدأ بمديرية جنوب دنكاليا سيتواصل إلى المديريات الأخرى. يذكر بأن إقليم جنوب البحر الأحمر شهد في الأشهر الأخيرة من عام 2019 ظاهرة الجراد الصحراوي ابتداء من منطقة راس ترما وحتى أبو كيلوما، ثم في مديرية أرعتا، وتم السيطرة عليه بالجهود المنسقة بين المواطنين ووزارة الزراعة وأعضاء قوات الدفاع. في غضون ذلك قدمت دورة مماثلة في مدينة قمحان بالإقليم الجنوبي. وأوضح مسؤول فرع وزارة الزراعة في المديرية السيد ألم برهتو أن الدورة لها دورا كبيرا في مكافحة الجراد. تساهم عملية صنع الألبان في مشروع إلى بعيد الزراعي بنقل الخبرة بين العمال القدامى والجدد. وأوضح العمال أن المصنع، وإضافة لفرص العمل التي يخلقها في المنطقة، أوجد الفرص لنقل الخبرات من المهنيين القدامى إلى نظرائهم الشباب. وقال مدير العمل في المصنع السيد قايم سرق الذي يمتلك خبرة نحو 40 سنة في العمل، أن الخبرة المكتسبة من العمل لقدام العمال تسهم في تطوير قدرات الشباب خريجي الكليات. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني في مديرية فور الشاب عثمان أحمد الدين بدور الشباب الفعال في تصدي جائحة كورونا في المديرية. وأفاد الشاب عثمان بأن الشباب بذلوا ويبذلون جهودا حثيثة لتطبيق التعليمات الصادرة على مستوى البلاد وضمان ضوابط الخدمات الاجتماعية وقاعدة التباعد الاجتماعي. وأوضحت المعلومات الواردة بأن الشباب لا زالوا يقومون بتقديم معلومات آنية وصحيحة جارية عبر وسائل الإعلام، مستخدمين مكبرات الصوت بالتنقل في شوارع بلدة فورو لحصول المواطنين على معرفة تامة بالجائحة وأخذ احترازات عالية. وقال الشباب أن الوعي والاحتراز هما من أهم أنواع مكافحة كورونا، مناشدين المواطنين لمتابعة وتطبيق التعليمات والمعلومات الصادرة وعدم تجاهلها. عقد فرع الجمعية الوطنية الإريترية للمعاقل الحرب في بريطانيا اجتماعه التأسيسي في 9 يوليو بمدينة لندن. وأوضح سفير إريتريا في بريطانيا وإيرلندا الشمالية السيد استيفانوس هابتمريم في المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو الأعضاء، أوضح أهمية تأسيس الفرع مؤكدا على إبداء السفارة كل التعاون والدعم اللازم للدفع به قدما. ودعا الفترون في بريطانيا للمساهمة بدورهم لتقوية برامج الفرع وتنفيذ مهامه بفعالية. وانتخب المؤتمر بعد النقاشات للأهداف والمهام هيئة إدارية، وتم في المؤتمر جمع مبلغ 2700 جنيه لإطلاق برامج وأنشطة الجمعية. ولدى الجمعية الوطنية لمعاقل الحرب فروع ناشطة في العديد من الدول بينها السويد وألمانيا. يواصل المواطنون في مختلف مناطق البلاد تقديم التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا.
وأفادت وزارة الصحة بأن الجمعية التعاونية الاستكرتارية سابقا تبرعت ب50,000 نقفة، وجمعية سلاسة وقدس ميكيال ترى أمن المقيمين في أسمرة 7,000 نقفة، وضحية حديدة مديرية استغنيت 6,000 نقفة، وجمعية حفرة قدس ميكيال عدق عداد، وجمعية هادامو عد قيح للمقيمين في أسمرة، وجمعية قدس ميكيال قدا قدي شمان وقس تحت المقيمين في أسمرة، وضحية لاجين عدي حمشتي 3,000 نقل لكل منهم. وتبرع كل من جمعية مدهان علم حسحاز وأمانية للساعات، وجمعية قدس قرقيس وعد قرد المقيمين في أسمرة، وجمعية قابر درعاند المقيمين في أسمرة، وجمعية مدهان علم حمبرت المقيمين في أسمرة 2,000 نقفة لكل منهم. كما تبرعت جمعية مدهان علم عنان لاي المقيمين في أسمرة 1,200 نقفة، وبار ذهب زرائي 1,100 نقفة، وكل من جمعية مدهان علم وجمعية أبونا كيروس عد كفليت وسلم برخيل الأحذية 1,000 نقفة. وأفادت السفارة الإريترية في إيطاليا بأن الإريتريين المقيمين في مدينة أثينا اليونانية واليونانيين أصدقاء إريتريا قدموا 3,260 يورو لمكافحة كورونا. سيداتي سادتي إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. انقطع بث التلفزيون الرسمي في مالي بعدما تم اقتحام مبنى التلفزيون من قبل مئات المحتجين الذين يطالبون باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وتسود حالة من الفوضى في العاصمة باماكو إثر محاولة محتجين السيطرة على مقرات حيوية كبداية لحملة عصيان مدنية لإجبار الرئيس على الاستقالة لاتهامه بالإخفاق في تقديم حلول للمشاكل الأمنية والاقتصادية. جانبها أطلقت الشرطة المالية الرصاص والقاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد متظاهرين كانوا يطالبون باستقالة الرئيس ويحاولون احتلال مبنى الإذاعة الحكومي والبرلمان. وحاول المحتجون الذين دعاهم للتجمع التحالف المعارض السيطرة على جسرين رئيسيين، وكان هذا ثالث احتجاج منذ يونيو الماضي. وجاء بعد رفض تحالف معارض تنازلات قدمها كيتا بهدف حل أزمة سياسية مستمرة بدأت قبل أشهر عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس متنازع على نتيجتها. حققت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا جديدا بتسجيلها حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 63,000 إصابة، هو رقم لم تسجله البلاد منذ بدء الجائحة. ورغم ذلك قلل الرئيس ترامب من خطر الوضع عبر تغريدة على موقع تويتر رجع فيها ذلك الارتفاع إلى كثرة ودقة الفحوصات التي تجريها بلاده. والولايات المتحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات. ويدق أنتوني فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية جرس الإنذار منذ أيام بخصوص ارتفاع عدد الإصابات الجديدة ولا سيما في جنوب البلاد، مستنكرا التسرع في رفع تدابير الإغلاق وتهور الأمريكيين. قبل أسبوع من قمة أوروبية حاسمة حض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل دول الاتحاد الأوروبي 27 على الموافقة على خطة إنعاش هائلة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في محاولة تليين موقف الدول المتقشفة. وقال ميشيل الذي توقع مناقشات صعبة في هذه القمة غير العادية التي ستنظم يومي 17 و18 من يوليو أنه حان وقت العمل. وقدم ميشيل رئيس الوزراء البلجيكي السابق في اجتماع كان قد دعا إليه اقتراحاً يفترض أن يكون بمثابة أساس للمفاوضات بعد مشاورات في الأيام الأخيرة مع قادة البلدان الأوروبية. وسيشكل الاتفاق بشأن خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو لإخراج القارة العجوز من ركود تاريخي، إنجاز بالغ الأهمية لأن هذا المبلغ سيكون للمرة الأولى معترضا باسم الاتحاد الأوروبي في الأسواق، ما يكسر الصمت الذي يخيم حول موضوع دين أوروبي مشترك. قال مسؤولون في نيبال أن سيولا وانهارات أرضية ناجمة عن أمطار قذرة
عدت بحياة 39 شخصا على الأقل وشردت آلاف آخرين في قرب البلاد. وقال جيانناث ذاك الحاكم منطقة مياجيد الواقع على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتموندو أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وفقد أكثر من 30 شخصا آخرين فضلا عن دمار بعض المنازل وتوقع زيادة العدد. وذكر المسؤول الحكومي آخر أن 7 أشخاص لاقوا حتفهم بمنطقة كاسكي المجاورة وقتل 7 آخرون في منطقة جاجاكوت بأقصى غرب البلاد. والانهيارات الأرضية والسيول شائعة في نيبال ذات الطبيعة الجبلية خلال موسم الأمطار في الفترة من يونيو حتى سبتمبر من كل عام. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.